أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين نواصل في هذه الليلة حديثنا عن الجريمة الكبرى التي أزهقت روح رسول الله صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء الشهيد وكنا قد عرفنا في الليلة الماضية أن زمرة النفاق التي تكونت من أبي بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة هذه الزمرة هي التي أقدمت على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله غيلة بالسم قلنا أن المسلمين متفقون على ما يستقرأ من مصادرهم في الحديث والسيرة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما مضى إلا شهيدا مسموما إلا أن من ينتسب إلى الإسلام افترقوا إلى فرقتين فرقة قائلة بأن زمرة النفاق التي هي من هؤلاء الأربعة الذين سميناهم هي التي قتلت النبي صلى الله عليه وآله أما الفرقة الأخرى فهي التي تزعم أن القاتل كان امرأة يهودية تدعى زينب بنت الحارث وتلقب كذلك بعبده وكانت قد دست السم إلى النبي صلى الله عليه وآله قبل 3 سنين من رحيله وقد تبين لنا بالأدلة والبراهين والمناقشات والإيرادات أن هذه النظرية الثانية إن جوزنا تسميتها بالنظرية لا يمكن التسليم بها لأنها تقتضي الكفر بنبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله إن سلمنا بأن امرأة يهودية قد استطاعت بالفعل قتل النبي صلى الله عليه وآله بعدما تقدم منها من قول صريح أنها إنما أرادت بدس السم إليه اختبار حقيقة كونه نبيا هل أنه نبي أم ملك؟ إذا سلمنا بهذا فهذا يقتضي منا الكفر بنبوته لأنه قد تبين حقا وصدقا أنه قد مات من أثر هذا السم فاكتشفت اليهودية ومن وراءها إلى يومنا هذا أن النبي الأعظم والعياذ بالله لم يكن نبيا
ثم لما جلنا في الروايات العديدة التي رواها أهل الخلاف في شأن حادثة سم النبي والتي أرجعوها إلى يوم خيبر، وجدنا هذه الروايات تنتهي إلى امرأة متهمة بقتل النبي وهي عائشة بنت أبي بكر، وهذا أول قادح فيها. ثم وجدنا بالإضافة إلى هذا أن هذه الروايات فيها ما فيها من التضارب والتهافت مما يجعلنا لا نسلم بصدق هذا المنقول أو بصدق هذه القصة. ثم اكتشفنا أن هنالك مادة غريبة قد وضعتها عائشة ومن معها في الفم الشريف للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله في أواخر أيام حياته، وبالتحديد في اليوم الذي سبق استشهاده، اليوم الأحد. ثم بعد ذلك تدهورت صحة النبي صلى الله عليه وآله كلية، تدهورا مفاجئا ومتسارعا، مما يرجح أن هذه المادة الغريبة والتي زعمت عائشة أنها كانت لدودا، أي كانت دواء لمرض ذات الجنب أو ذات الخاصرة، ما كانت هذه المادة إلا مادة سمية في الواقع، خاصة أن النبي صلى الله عليه وآله قد نهى عن أن توضع هذه المادة في فمه. ثم ذكرنا الروايات الصريحة عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام التي نصت على أن عائشة وحفصة قد دستا السم للنبي صلى الله عليه وآله بأمر من أبويهما. قد وعدنا في الليلة الماضية أن ندفع في هذه الليلة بعضا من الاعتراضات والشبهات التي قد تعلق في بعض الأذهان تجاه أو حول هذه الحقيقة. الاعتراض الأول قد يأتينا من الطريقين إنجاز التعبير، أي من طريق أهل الخلاف ومن طريق بعض الغافلين من المنتسبين للتشيع العظيم. يقول أهل هذا الاعتراض أنه كما أنتم سقتم روايات تنص على أن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فلدينا كذلك روايات منقولة عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام فيها أن النبي صلى الله عليه وآله قد قتل من أثر سم المرأة اليهودية في خيبر، فما بالكم أخذتم بتلك الطائفة من الروايات وأهملتم الطائفة الثانية، لما لا تأخذون بالطائفة الثانية؟ ماذا جاء في الطائفة الثانية؟ جاء فيها حديثان كلاهما مرويان في كتاب بصائر الدرجات للصفار عليه الرحمة. الرواية الأولى والثانية كذلك كلتاهما عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. يقول في الرواية الأولى: سم النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر فتكلم اللحم
فقال يا رسول الله إني مسموم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته اليوم قطعت مطاياي الأكلة التي أكلت بخيبر وما من نبي ولا وصي إلا شهيد. الرواية الثانية أيضا في نفس المصدر بسنده عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمت اليهودية النبي صلى الله عليه وآله في ذراع قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب الذراع والكتف ويكره الورك لقربها من المبال يكره أن يأكل من الورك من البهائم أجلكم الله لقربها من المبال قال لما أوتي بالشواء أكل من الذراع وكان يحبها فأكل ما شاء الله ثم قال الذراع يا رسول الله إني مسموم فتركه وما زال ينتفض به سمه حتى مات صلى الله عليه وآله. لما لا يمكن الأخذ بهاتين الروايتين وترك سائر الروايات الأخرى التي قدمناها بالأمس والتي نصت على أن القاتل أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة؟ الجواب ناهيك عن أن تلك الروايات وردت من طرق مختلفة وعن أكثر من إمام صلوات الله عليهم أجمعين، وناهيك عن شهرتها، فإنه نفس الذي قدمناه في الليلتين الماضيتين من إشكالات لا تسمح لنا بالأخذ بهذه القصة، قصة ما جرى في خيبر من سم النبي وأن النبي بالفعل تناول السم ثم نطق اللحم وقال إني مسموم إلى ما هنالك، وطال ذلك وما زال ينتفض به سمه إلى أن مات، وقلنا هذا كان غير ملاحظ على النبي طوال 3 سنين من عمره الشريف. كل هذه الإشكالات تتوجه كذلك إلى هاتين الروايتين، وأهم إشكال هو الذي ذكرناه من أن الأخذ بهذه القصة وروايات هذه القصة يقتضي الكفر بنبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. إذن لا بد من ترك هاتين الروايتين. زين، هل هنالك مرجح آخر يدفعنا إلى الأخذ بالروايات الشريفة التي جاءتنا ونصت على أن من سمى النبي عائشة وحفصة بأمر من أبويهما، وترك الروايات الأخرى أو الروايتين هاتين اللتين نصتا على أن التي سمت هي المرأة اليهودية؟ هل عندنا مرجح آخر؟ نقول نعم. راجعوا أنتم علم الأصول، وفي باب التعادل والتراجيح، في هذا الباب ماذا ندرس وماذا نتعلم؟ كيف إذا وقع تعادل بين الأدلة كيف نرجح؟ كيف نرجح؟ يعني جاءتنا رواية عن المعصوم عليه السلام
وجاءتنا رواية أخرى عن المعصوم كذلك عليه السلام وما بينهما تناقض مثلا أو تباين أو تضاد فكيف لنا أن نجمع أولا إن أمكن الجامع وإن لم يمكن الجامع وبقى التضاد أو التناقض على حالهما فكيف نرجح بأي الروايتين نأخذ ومن أي الطائفتين نأخذ ونعتمد عليه. هذا الأمر علمنا إياه أئمتنا أنفسهم صلوات الله عليهم، قالوا لنا وبينوا لنا أنه إذا جاءكم خبران متعارضان من قبلنا تفعلون كذا وكذا وكذا حتى تحلون هذا التعارض وتأخذون مثلا بهذا الصنف من الروايات وتتركون الباقي، تتركون ما يعارضه، لأن هذا الذي يعارضه قد يكون مكذوبا عليهم، قد يكون منحولا عليهم، قد يكون السبب في صدوره عنهم التقية، خاصة في مثل هذه الموارد. قد يكون الإمام قد قال أمرا على سبيل التقية اتقاء للظالمين فيقول قولهم حتى يدفع عن شيعته القتل. قد يكون الصادر عنهم هذا قد قيل على سبيل المحاكاة، قد يكون الذي وصلنا عبر بعض من الوسائط العامية، يعني نحن نجد من جملة الرواة عن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام بعضا من أبناء العامة، بعضا من أبناء الخلاف، وكان بعضهم ثقات للعلم، يعني بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذين يروون عنه كانوا ثقات في أنفسهم، بمعنى أنهم ما كانوا يكذبون لكنهم كانوا مخالفين وكانوا يترددون على الإمام على نحو ما يترددون على من؟ على أبي حنيفة ومالك ومن أشبه، يعتبرون الإمام الصادق مجرد واحد فقيه. فهؤلاء كانوا بدورهم ينقلون عن الإمام أشياء، وهذه الأشياء وصلت إلينا. فنلاحظ ها هنا لما يأتي خبر عن الإمام عليه السلام بتوسط أحد من الرواة المخالفين فإننا ماذا؟ نتريث، نتثبت أكثر، نهتم. نلاحظ المسألة قبل أن نقع في إشكالات. هنا في هذا البحث لدينا طائفة من الروايات تقول أن الذي سمى النبي عائشة وحفصة وأبويهما، هذا الذي ذكرناه بالأمس، ولدينا روايتان ها هنا في مصدر واحد بطريقين عن الإمام الصادق عليه السلام أنه لا، الذي سمى اليهودية، الذي سمى النبي هو المرأة اليهودية، وعين القصة التي ذكرها أهل الخلاف وذكرتها عائشة، عين القصة إذا تلاحظ ماكو خلاف في المضمون، ليس ها هنا اختلاف في المضمون. فماذا نصنع؟ نصنع الذي علمنا إياه الإمام الصادق عليه السلام نفسه. هنالك خبر معروف مشهور معتمد معتبر مقبول عند العلماء معمول به عند العلماء إلى يومنا هذا، وهو الخبر الذي يسمى بخبر عمر بن حنظلة، رواية طويلة موجودة في الكافي الشريف. عمر بن حنظلة كان يسأل الإمام عليه السلام عن جملة من المسائل، منها هذه المسألة أنه إذا جاءنا الخبران المتعارضان
المتعارضان فماذا نفعل؟ إذا جاءنا الخبران المتعارضان عنكم فماذا نفعل؟ يقول عمر بن حنظلة للإمام الصادق عليه السلام: قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين، كلا الخبرين مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم، ماذا نفعل؟ مع أنه ينبغي أن يلاحظ أنه نحن في هذا المقام لسنا في تعارض بين خبرين مشهورين. لاحظوا، شهرة الأخبار التي قدمناها بالأمس أكثرها تنزلا، نحن نقول تنزلا لنفرض أن الروايتين اللتين بيدنا هاتين عن بصائر الدرجات مشهورتان، لنفرض هكذا حتى نجعلها في مستوى من القوة يقابل المستوى الآخر حتى نقدر نقول أكو تعارض. تنزلا نقول: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، ماذا نصنع يا ابن رسول الله؟ قال: ينظر، ينظر، شوف، تنظر جيدا، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. شوف المرجح شلون، عندك خبران متعارضان عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو أي من الأئمة عليهم السلام أو عن إمام وإمام، شنو الحل؟ الإمام يقول لك شوف الذي يوافق الكتاب والسنة ويخالف العامة، شوف المخالف للعامة، فخذ به واترك الذي يخالف الكتاب والسنة ويوافق العامة. الآن بالنسبة إلى هذا الحديث المزعوم عند أهل الخلاف أن التي سمت النبي امرأة يهودية، إذا أرجعناه إلى الكتاب والسنة يقبله الكتاب والسنة أم يأباه؟ يأباه الكتاب وتأباه السنة. قلنا التسليم به يقتضي ماذا؟ الكفر بنبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. زين، أيهما يوافق العامة وأيهما يخالف العامة؟ الأخبار التي بيدنا التي تقول إن من سمى النبي عائشة وحفصة بأمر من أبويهما، هذه الأخبار توافق العامة أم الخبر الذي يقول الذي سمت النبي امرأة يهودية؟ هذا الخبر الثاني هو الذي يوافق العامة. الإمام عليه السلام يقول لك هذا أنت ترك، خذ بما خالف العامة. فيؤخذ به، ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. زين، عمر بن حنظلة يقول: قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان، يعني الفقيهان من الشيعة، عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، فبأي الخبرين يؤخذ؟ يعني عندنا خبران كلاهما إذا أرجعناهما إلى الكتاب والسنة وجدناهما يوافقان الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة لا يرفضانهما، لا يرفضان هذين الخبرين، يعني لا يمتنع الأخذ بالحديث الأول، لا محذور في الحديث الأول ولا في الثاني. مو مثل مقامنا الآن، ليس في مثل مقامنا، قلنا حديث المرأة اليهودية يخالف
الكتاب والسنة، أصلا يخالف أصل الكتاب والسنة وهو نبوة النبي صلى الله عليه وآله. تنزلا نقول هذا الخبر لا يخالف وذاك الخبر لا يخالف، كلاهما لنفرض هاتين الطائفتين من الروايات، سم المرأة اليهودية وسم عائشة، كلاهما يوافقان الكتاب والسنة، ولكن أحدهما يوافق العامة والآخر يخالف العامة، بأيهما نأخذ؟ يخالف العامة. قال الإمام عليه السلام في جواب هذا السؤال، قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. ما خالف العامة ففيه الرشاد. فتبين هؤلاء الذين يزعمون أنه لا بد من التقريب، لا بد من الأخذ بالمشتركات، الأخذ بالمشتركات، خلونا نتواءم مع العامة، نتواءم نطبق وياهم، يصير آراءنا نفس آراءهم، ما يصير أكو خلافات في الآراء، نقرب وجهات النظر والعقيدة والأحكام وما أشبه. هؤلاء تبين الآن عند الجماهير الذين يسمعوننا أنهم يخالفون الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام ما أمر بموافقتهم، أمر بمخالفتهم. ما خالف العامة ففيه الرشاد، مو ما وافق العامة. إذن هذه المؤتمرات التقريبية أقل ما يقال فيها ماذا؟ أنها ليس فيها رشاد. ليس فيها رشاد يعني شنو؟ يعني فيها سفاهة. إذا ليس فيها رشد، ليس فيها رشاد، يعني فيها ماذا؟ فيها سفه، فيها سفاهة. فالذين يشاركون في هذه المؤتمرات ضحكا على الذقون وخداعا لأنفسهم وخداعا للناس مجموعة من السفهاء، مجموعة من السفهاء. إمامك يأمرك بأن تخالفهم وأنت تنطلق بدعوى أني أريد أن أوافقكم، على ماذا؟ الإمام يقول ما خالف العامة ففيه الرشاد. ليش؟ لماذا؟ لأن ذلك دين منحرف، دين منحرف، جاء على أنقاض السقيفة، جاء على أنقاض ماذا؟ بني أمية، بقايا الدين المنحرف الذي كونته زمرة المنافقين بعد استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وحشته، حشت هذا الدين بعشرات ومئات وألوف الأكاذيب والافتراءات والأوهام والخزعبلات والأساطير والتحريفات. فالعقل قاض قبل النقل، العقل قاض بأنك حين تعلم أن هذا المصدر، مصدر المعلومة هذه، هو مصدر أساساً مزيف، مصدر أساساً منحرف، العقل يقضي عليك أنك الأصل يكون في التعامل مع ما يأتي من هذا المصدر هو رفضه ومخالفته. يعني عيناً مثل ما نصنع نحن الآن مع أهل الكتاب، أهل الكتاب أديان محرفة، نفس الشيء، تكونت اليهودية من قبل زمرة من المنافقين بعد وفاة أو رحيل الكليم موسى عليه السلام، تكونت النصرانية من قبل زمرة من المنافقين بعد ارتفاع المسيح عيسى عليه السلام. فحين أتلقى أنا معلومة من هذين المصدرين، الأصل عندي ما هو؟ الأصل ما هو؟ أن هذا محرف، مزيف، مكذوب، إلى أن يثبت العكس، إلى أن يثبت أنه صحيح. وإلا الأصل ماذا؟ أخالف أنا الإسرائيليات،
أخالف أنا النصرانيات، هذا هو الأصل، لأني أعلم أنه دين منحرف. نفس الشيء بالنسبة إلى البكرية، دين تكون من قبل زمرة من المنافقين بعد استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فمن حيث الأصل أنا لا أتعامل مع مصادر أهل الخلاف على أنها صحيحة ويمكن التسليم بها، بل أخالفها ما أمكنني، هكذا أمرني إمامي، فضلا عن حكم العقل. هذا حكم نقلي ينضم إلى حكم العقل في هذا المضمار. لاحظ الإمام ماذا يقول، شوف كم مرة يؤكد، ترى ثلاث مرات يؤكد على مخالفتهم في نفس الرواية، ثلاث مرات. شلون؟ المرة الأولى السائل يسأله يقول خبران متعارضان، شو نسوي؟ الإمام يقول الخبران المتعارضان المشهوران الصادران عنا، شوف الفئة، الخبر الذي يوافق الكتاب والسنة ويخالف العامة خذ به، واترك الخبر الذي يخالف الكتاب والسنة ويوافق العامة. يعيد يسأله مرة ثانية يقول له الخبران يوافقان الكتاب والسنة، مو أنه الخبر الثاني يخالف الكتاب والسنة، الخبران كلاهما يوافقان الكتاب والسنة. غاية ما هنالك خبر يوافق العامة وخبر يخالف العامة، يأكد عليه يقول له خذ بما خالف العامة، ما خالف العامة ففيه الرشاد. زين، يعيد السائل سؤاله بصيغة ثالثة هذه المرة، يقول فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا، الخبران جميعا وافقا العامة، شو نسوي؟ يعني عندنا خبران متعارضان عنكم يا أهل البيت، وكلا الخبرين موافقان لما يقوله العامة، فماذا نصنع في هذه الحالة؟ قال عليه السلام ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. شوف إيش قد يأكد على مخالفة العامة الإمام الصادق عليه السلام، شوف كم مرة على قاموس أصحاب ولاية السفيه، مو ولاية الفقيه، وقاموس حزب الدعوة وأمثال هذه الفئات البترية المنحرفة طايحة الحظ، ماكو، يصير الإمام الصادق عليه السلام أكبر طائفي كما يقولون عنه على ميزانهم وعلى قاموسهم وعلى حساباتهم، لازم الإمام الصادق عليه السلام يصير أكبر طائفي. إلى هالدرجة يأكد، إلى درجة أنه إذا خبران، وين وحدة المسلمين يا بطيخ، أنه خبران كلاهما يوافقان العامة لكنهما ماذا؟ متعارضان. الإمام عليه السلام يقول شوف شنو اللي هم له أكثر ميلانا، الخبران هذان، الحكمان هذان، أيهما يميل إليه العامة، حكامهم وقضاتهم فقهاؤهم يميلون إلى هذا أكثر، يقول هذا تركه خذ بالقول الشاذ عندهم، العكس سوي، ما خالف العامة ففيه الرشاد. وهذا الذي نصنعه، وهذا هو أصول الفقه، هذا هو علم الأصول. لماذا نحن نقول بزنا عائشة؟ نجوز وقوع الزنا على زوجة من زوجات الأنبياء صلوات الله عليهم، عائشة كانت زوجة، كانت، ونقول بأنها زنت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، صحيح؟ إذا قرأتم كتاب الفاحشة ناقشنا الأمر مفصلا، أرجعناها إلى كبراها، أنه هل يجوز صدور الزنا عن بعض زوجات الأنبياء أم لا؟ العامة اختلفوا في ذلك، هما قسمان تدرون أم لا؟
العامة يقولون نعم، بعضهم يقول يجوز بعضهم يقول لا يجوز، لأن الأخبار عندهم أيضا متعارضة. يقولون مثلا امرأة نوح عليه السلام هذه زنت على فراشه، صار واضح؟ وابنها هذا الابن العاصي هذا كان ماذا لما قال الله تعالى له إنه ليس من أهلك؟ يعني يقصد أنه مو من صلبك، نعم، ليس ابنا لك على الحقيقة. عندهم روايات في هذا الشأن. إذا أردت أن تأخذ بما هم إليه أميل تخالف كلام الإمام عليه السلام، لازم تأخذ بماذا؟ بالعكس، تترك ما هم إليه أميل. الذي هم إليه أميل ماذا؟ قول ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط. إذا تأخذ حديث ابن عباس هذا وابن عباس كل وكل تبعاته كل على بعضه، تروح تأخذه الذبة وين؟ في سلة المهملات. ليش؟ لأنه هذا ما هم إليه أميل. تأخذ الآخر، الإمام الصادق عليه السلام هكذا يقول، هذا في الكبرى، ناهيك عن الصغرى. صغرى المسألة واضح، فيها نص صريح صحيح قاطع. إذن إمامنا أمرنا بماذا؟ إذا كان هنالك خبران متعارضان صدرا عنهم، نأخذ بما خالف العامة. الآن عندنا خبران، طائفتان من الروايات. طائفة تقول الأشخاص الذين سموا النبي صلى الله عليه وآله هم أبو بكر وعمر وعائشة وحفص. طائفة أخرى، يعني حديثان في بصائر الدرجات، يقول بخلاف ذلك، يقول بأنه، تقول هذه الطائفة أنه الذي سمى النبي صلى الله عليه وآله المرأة اليهودية زينب بنت الحارث. إذا فتشنا عند أهل الخلاف فإنهم بماذا يلتزمون؟ بالمرأة اليهودية. إذن هذا نتركه، نترك هذين الحديثين في بصائر الدرجات، ونأخذ بالأحاديث السالفة التي سلفت منا بالأمس عن أئمتنا عليهم السلام، والتي نصت على أن القاتل والقائم بهذه الجريمة هم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة. صار واضح؟ طيب ليش يصدر مثل هذين الخبرين على الإمام الصادق عليه السلام؟ قلنا إما تقية إما محاكاة، لأنه في كثير من الأحيان كان في مجلس الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم السلام عيون للسلطة، ومو فقط عيون للسلطة، عيون لأرباب المذاهب الأخرى. يعني أبو حنيفة مثلا كان أحيانا يحضر وأحيانا يرسل جواسيس. مالك بن أنس خصوصا لما ثنيت له الوسادة وصار حاكما في المدينة، وناقشنا هذا الأمر مفصلا في سلسلة مالك بن أنس، كان عندنا سلسلة على مدى أسابيع إذا تتذكرون، صار الأمر الناهي، هو كان يبعث عيون جواسيس على الإمام الصادق صلوات الله عليه. فأنت تخيل موقف الإمام، الإمام قاعد 20 نفر 30 نفر قاعدين أيضا، وهؤلاء واحد اثنين منهم من عيون السلطة أو من عيون طائفة أهل البدعة، يسجلون كل كلمة على الإمام عليه السلام حتى يحصلون لزمة، كما نقول يحصلون شيء، أن الإمام تكلم ضد مثلا عائشة، ضد حفصة، اتهمهما بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسمه بأمر من أبويهما، فيروحون فورا يبلغون السلطات حتى السلطة تقبض على الإمام الصادق عليه السلام وتقتله بجريمة إهانة الصحابة وأمهات المؤمنين خلفاء الراشدين، مو الشكل. فالإمام عليه السلام لما يسأل عن الأمر يجيب على طبق ما هم يقولون، وكثير عندنا من مثل هذه الموارد، كثير كثير كثير. فلا بد للفقيه من أن يكون متفقها حقا في أسباب صدور كلماتهم صلوات الله عليهم. هم وضعوا العلاج،
هم وضعوا العلاج في فك التعارض بين كلماتهم وأحاديثهم وأخبارهم. نعمل بالعلاج خلص، هذا العلاج اللي هم ذكروه، والباقي نكل أمره إليهم، هم أعرفوا بما قالوا ولماذا قالوا وعلى أي وجه قالوا كما جاء في أحاديثهم. وهذا هو بالفعل أيها الأخوة، يعني هذا هو ما يقتضيه علم الأصول وعلم الحديث، أي علم الدراية. زين، إذن هذا الإشكال الأول قد أبطلناه، أو هذه الشبهة الأولى، أنه أيضا وردت عندكم روايات توافق روايات عائشة والمخالفين في شأن المرأة اليهودية، هذا الأمر قد بطل ورددنا هذه الشبهة وعادت النتيجة ثابتة من جديد، وهي أن سلام عليكم ورحمة الله، وهي أن عائشة وحفصة أقدمتا فعلا على سم النبي صلى الله عليه وآله بأمر من أبويهما. كان الكلام أنه المخالف قد يعترض على النتيجة التي وصلنا إليها في الليالي الماضية، لأن هذه النتيجة تصادم ما تربى عليه. هو تربى على أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومن أشبه ممن يسميهم صحابة كانوا جميعا أتقياء أوفياء لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبعيدين كل البعد عن التآمر عليه. لا يمكن، يعني لا يتخيل أنه يمكن أن يتآمر أحد من هؤلاء الذين يسميهم صحابة يتآمر على رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك جدا يستبشع أو يستبعد وقوع مثل هذه الجريمة على يد أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، يقول هذا خيال. سبب الاستبعاد هذا ما هو؟ أن هذا المخالف المسكين المخدوع لم يطلع على ما في تراثه، لم يطلع على حقائق الحديث والسيرة والأخبار والآثار وحقائق التاريخ، بل أقول لم يطلع حتى على حقائق القرآن الحكيم، لأنه لو كان مطلعا حقا على حقائق القرآن الكريم لعلم أن استبعاده هذا وهم لا محل له. هو يستبعد أن يتآمر هؤلاء على النبي صلى الله عليه وآله. ألا يسألن نفسه ألم يثبت القرآن تآمر عائشة وحفصة على النبي صلى الله عليه وآله؟ لقد فصلنا أمس وفسرنا ونقلنا أقوال مفسريهم ما معنى تظاهرا وإن تظاهرا عليه. شنو معنى تظاهرا عليه؟ يعني تآمرا عليه، تآمرا على النبي صلى الله عليه وآله. إذن ليش تستبعد أنه عائشة وحفصة يمكن أن يتآمران على النبي؟ لماذا؟ ليش تستبعد من هذا الرجل الذي يقول للنبي أو عن النبي إن الرجل ليهجر، ليش تستبعد منا أن يكون من المتآمرين على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى في مسألة القتل ليش تستبعد؟ لو اطلعت أيها المخالف جيدا لتلاشى استبعادك هذا. اطلع، اقرأ جيدا، اقرأ مصادرك، اقرأ كتبك، تكتشف العجب العجاب، وتكتشف كم كنت مخدوعا طوال هذه السنين إذ تصورت أن هؤلاء كانوا أوفياء وأن هؤلاء لا يمكن أن يقدموا على ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله فضلا عن ما يؤدي إلى قتله. أنقل لكم مثالا واحدا فقط، مثالا واحدا من مصادرهم يؤكد أنه يمكن لهؤلاء الذين هم في القمة عند أهل الخلاف يمكن لهم أن يتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو هذا المثال ودققوا معي جيدا. المسألة خطيرة. هنالك أحد الرواة المعتبرين الموثقين عند أهل الخلاف، هذا الراوي اسمه الوليد ابن عبد الله ابن جميع الزهري. هذا الرجل ثقة عند أهل الخلاف، وثقه مسلم صاحب الصحيح، صاحب صحيح مسلم، وثق عبد الله، وثق الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري، وأخرج له في الصحيح، أخرج له. الآن إذا فتحت صحيح مسلم تجد بعضا من أحاديثه مروية عن طريق من؟ الوليد بن عبد الله بن جميع، هذا الرجل. وهذا يكشف عن ماذا؟ عن أنه ثقة ومعتبر عند من؟ عند مسلم، يعني لا يكذب، هو رجل صادق. هذا الرجل أخرج له جماعة من أهل الخلاف في صحاحهم وسننهم ومسانيدهم، من بين هؤلاء أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، أخرج له في مسنده. البيهقي أخرج له في سننه. ابن شبة أخرج له كذلك في مسنده. هذا الرجل وثقه جمع كبير من كبار أئمة الجرح والتعديل عند أهل الخلاف. قال فيه أبو حاتم الرازي صالح الحديث، قال فيه الذهبي وثقوه، يعني يحكي عن جماعة من أعلام الجرح والتعديل أنهم قد وثقوا الوليد بن عبد الله بن جميع. قال فيه العجلي ثقة، قال فيه الجيلي ثقة، قال فيه محمد بن سعد ثقة، قال فيه يحيى بن معين ثقة مأمون مرضي. هذا رجل ثقة مأمون من الكذب، مرضي عندنا. قال فيه ابن حجر العسقلاني صدوق. جماعة أيضا من أعلام أهل الخلاف، لأنه البعض قدح فيه وسيتبين لكم لماذا قدحوا فيه، الآن سيتبين، هناك شاهدنا. مع هذا نفوا عنه البأس، قالوا لا بأس به، ليس به بأس. من هؤلاء أبو داود، أحمد بن حنبل، أبو زرعة، كل هؤلاء قالوا ليس به بأس، لا هذا ماكو عليه بأس، نأخذ برواياته. زين، هذا الرجل الثقة عند المخالفين. جاء ابن حزم الأندلسي صاحب المحلى، وفي أثناء بحوثه الفقهية وصل إلى حديث مروي عن الوليد ابن عبد الله ابن جميع، فأراد أن يقدح فيه، فقدح فيه بماذا؟ بهذا الأمر. شوفوا عبارة ابن حزم في المحلى في الجزء 11 الصفحة 224، يقول لما يقدح في الوليد بن عبد الله بن جميع، يقول روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم
أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وإلقاءه من العقبة في تبوك. يقول إحنا شلون نقبل روايات هذا؟ صحيح وثقه مسلم وثقه فلان وفلان وفلان وأخرجوا له ونفوا عنه البأس وقالوا مأمون مرضي، ولكن هذا روى أخبار أن الذين أرادوا قتل النبي واغتياله في العقبة حين رجع من غزوة تبوك كان أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد، فإذا نرفض روايات. المسألة هي هذه أيها الإخوة، المسألة هي هذه، أين هذه الأخبار؟ شوفوا ابن حزم يقول ماذا؟ يقول روى أخبارا، يعني هو شايف هذه الأخبار، أين هذه الأخبار؟ اليوم وين هذه الأخبار؟ دفنت، حرقت، ما موجودة. طيب هذا الرجل اخترع هذه الأخبار؟ لا يعقل. ليش؟ لأنه رجل ثقة، صادق، مأمون. هسه خلي ابن حزم يطعن فيه، شو نسوي لابن حزم؟ نترك كلام كل هؤلاء العلماء أئمة الجرح والتعديل الذين وثقوا هذا الرجل ومن بينهم مسلم صاحب الصحيح وأخرج له، وناخذ بكلام ابن حزم؟ هم هذا مسلك غير ممكن، مسلك غير مرضي هذا. فإذا لابد كانت هنالك أخبار. نحن الآن ليس شأننا أنه الوليد بن جميع هذا ثقة ليس بثقة، صادق كاذب، هذا الآن مو بحثنا، مو مهم، هذا أهل الخلاف خلي يدخون بي، مو إحنا. إحنا كلامنا فقط أنه هنالك أخبار رواها هذا الثقة المأمون الصدوق المرضي كانت تنص صراحة على أن الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله في العقبة هم هؤلاء أبو بكر، عمر، عثمان، طلحة، وسعد بن أبي وقاص. تعلمون قصة محاولة اغتيال النبي في العقبة؟ هذه مشهورة، رواها أعلام أهل الخلاف في صحاحهم، ولكن كل الأسماء معتم عليها، كل الأسماء مخفية، كل فلان وفلان لم تذكر الأسماء. نعم في مصادرنا من طرق أئمتنا عليهم السلام ذكرت الأسماء، وهم مو فقط هؤلاء الأربعة أو الخمسة، 15 نفر، 15 شخصا سماهم أئمتنا عليهم السلام زمرة المنافقين، وعلى رأسهم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان، على رأس هؤلاء كان الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الثقة، روى مو خبرا ولا خبرين، روى أخبارا، وكانت موجودة في عهد ابن حزم صاحب المحلى، وقد اطلع عليها وشاهدها، ولذلك جرحه، ولذلك حاول تسقيطه. صحيح؟ أين هذه الأخبار؟ يد الخيانة العلمية، يد خيانة الأمانة العلمية هي التي دفنت هذه الأخبار فلم تصلنا الآن، إلا إذا حقق محقق في المخطوطات وما أشبه لعله يظفر بشيء من تلك الأخبار التي رواها الوليد بن جميع. إذا كان الوليد بن جميع ثقة عند مسلم وعند غيره فهو ثقة في هذه الأخبار كذلك، لكنهم حجبوها. ومو فقط ترى عملوا هذا الأمر مع الوليد بن جميع، مع جماعة من أكابر رواة وثقات أهل الخلاف. أعطيكم مثالا آخر، هنالك شخص هذا بعد فوق مستوى مجرد راوي، اسمه ابن خراش، ابحثوا في ترجمته في كتب الحديث عندهم والجرح والتعديل. ابن خراش هذا مو فقط هو ثقة، وإنما يؤخذ بتوثيقه،
يعني هو مثل أبو حاتم وغيره وابن حبان وغيره وأمثال هؤلاء. هؤلاء الآن هم أئمة الجرح والتعديل، يعني إذا أرادوا أن يعرفوا الراوي الكذائي ثقة أم لا يرجعون إليهم. من جملة من يرجعون إليه ابن خراش هذا، إذا قال ابن خراش هذا ثقة يأخذون، يعني لكلامه وزن، لكلامه أكو ثقل في كلامه، كلامه مهم معتبر. إذا جرحه ابن خراش أيضا يأخذون بجرحه، مو شخص عادي، مو شخص بسيط. هذا ابن خراش نفسه الذي يؤخذ بتوثيقه وتضعيفه ألف كتابا، مو روى أخبارا، ألف كتابا في مثالب الشيخين، والذهبي نقل ذلك، إمامهم الذهبي نقل ذلك. ولكن أين هذا الكتاب؟ وطبعا نزل على ابن خراش، قال شلون يألف هكذا كتاب، شنو هذا العاقبة السيئة، حتما أراد إرضاء بعض الروافض بكتابه هذا. أين هذا الكتاب الآن؟ غير موجود، إلا إذا عثر عليه الله العالم وين، نسخة مخطوطة، إذا الله رحمنا برحمته فإنه يعثر على مثل هذا الكتاب. شوفوا أيها الأخوة، أريد أن أصل إلى أين، أريد المخالف الآن يستوعب شوية ويتحرر من قيوده الفكرية أو التي قيدت فكره الحر، هذه القيود. أنت من خلال هذه الشواهد التي ننقلها إليك تعلم أنه كانت هنالك مؤامرة طوال 1400 سنة إلى الآن تستهدف إخفاء كل ما من شأنه إدانة هذه الشخصيات، وإلا وين أخبار الوليد بن جميع؟ أين هي أخبار وكتاب ابن خراش؟ إحنا الآن هذه الأحاديث والأخبار التي تدين أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومن أشبه، مثالبهم مطاعنهم، هذا ترى مجرد نزر يسير وصلنا بعد اللتي والتي، وإلا الآلاف الآلاف من المطاعن والمثالب والمخازي والإدانات دفنت وحرقت، راحت، مؤامرة كانت على هذا الدين. ونقلت لكم في بعض المحاضرات السابقة كيف أنه واحد مثل أحمد بن حنبل لما كان يذهب ليتلقى العلم في بعض الحلقات يجلس عند شيخه، شيخ من شيوخه، ويكتب عنه الحديث، بمجرد ما يتلو الشيخ أو يملي حديثا فيه غمز في أحد من الصحابة كان أحمد بن حنبل يأخذ نفسه وأقلامه وأوراقه ويذهب ويجلس في مكان بعيد. فإذا عاد الشيخ إلى أحاديث أخرى ليس فيها مغمز ولا مطعن في من يسمونهم الصحابة رجع إليه أحمد بن حنبل من جديد. هذا يعطيك دلالة على ماذا؟ أنهم ما كانوا، هذا كلامي الآن مع المخالف، يعطيك دلالة على ماذا؟ على أنهم ما كانوا يريدون لهذه الحقائق أن تصل إليك. أكثر من هذا، نقلت لكم كذلك في بعض المحاضرات السابقة مفصلا كيف كان أئمتهم يحرقون الأحاديث التي تنال ممن يسمونهم صحابة مع علمهم بصحتها، يقولون هذه لازم ما يطلع عليها العامة، ويقولونها صراحة أمور لا تحتمل سماعها العامة، أمور لا تحتمل سماعها العامة. هذا يعني شنو؟ يعني يا أيها المخالف اعلم أنه نعم لا تستبعد أن أبا بكر وعمر وأمثالهما يتآمران على النبي صلى الله عليه وآله ويريدان قتله، لا تستبعد هذا الأمر. واعلم أنه في وسط كل هذا الركام إذا خرج لك منه شيء بسيط مثل ما قاله ابن حزم
عن الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري اعلم أن وراءه ما وراءه. يعني هذا حتى تعرف أنه مع كل هذا الإخفاء ومحاولات الطمس عبر القرون وصلك بصيص نور إنجاز التعبير، تستطيع من خلاله أن تستشرف طبيعة المؤامرة التي وقعت والتي أخفت هذه الحقائق ودفنتها عنكم، ولا أقول عنا، لأنه نحن من طرفنا ومن طرقنا نتبع أئمة أهل البيت النبوي صلوات الله عليهم، فهم كشفوا لنا الحقائق. المشكلة عندكم، لماذا أيها المخالف تستبعد أن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة يتآمرون على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ها هو الثقة عندكم روى أخبارا أنهم تآمروا على قتله في العقبة، والله نجاه، نجى نبيه صلى الله عليه وآله. ولما قيل للنبي ألا نقتلهم قال لا، أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، أراعي الأولى والأهم، مع أن الذي يتآمر على النبي صلى الله عليه وآله لا شك حكمه القتل، لكن أخر ذلك النبي لماذا؟ للمصلحة الأولى. وفي رواياتنا عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أخر ذلك إلى حفيده الإمام صاحب الأمر صلوات الله عليه، فهو الذي سيخرج وسيحيي الله عز وجل بإعجاز هؤلاء في زمان الرجعة، وسيحاكمهم إمام الزمان صلوات الله عليه لما فعلوه في جده المصطفى صلى الله عليه وآله، ومن ثم يقتلهم ويقتص منهم. المهم هنا هو عدم الاستبعاد. لا تستبعد أيها المخالف لأنك تغلب عاطفتك، فتش في بطون الكتب، اقرأ، تعلم، تكتشف. نعم كانت هنالك زمرة النفاق المحيطة برسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت تتآمر عليه زمرة من المنافقين. هؤلاء الذين حاولوا قتل النبي في العقبة كانوا مؤمنين أم منافقين؟ المخالف لا يقول كانوا مؤمنين، كانوا منافقين حتما. من هم؟ يقول ما أعرف. من هم؟ اسأل أي مخالف الآن، اسأل أكبر عالم من علماء المخالفين، من هم الذين حاولوا قتل النبي في العقبة؟ يقول ما أعرف. ليش ما تعرف؟ لماذا لا تعرف؟ الوليد بن جميع كان يعرف، روى أخبارا، شوف روى أخبارا، مو هو قال، روى، مو خبر خبرين، مجموعة من الأخبار سمت هؤلاء أنه من الذي حاول قتل النبي صلى الله عليه وآله. فإذا ضممت هذا إلى ما نطق به أئمة أهل البيت النبوي صلوات الله عليهم، الذين اتهموا صراحة هؤلاء بقتل جدهم رسول الله، وبمحاولة قتله في العقبة، وبمحاولة قتله قبل ذلك أكثر من مرة، ونقلت أنا في بعض المحاضرات السابقة تلك المرات وفصلتها وذكرت مصادرها، أكثر من مرة حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وفشلوا، إلى أن نجحوا في هذه المرة الأخيرة عن طريق عائشة وحفصة، لأنه هذه المرة الوحيدة التي استطاعوا فيها أن ينفذوا إلى داخل بيت رسول الله. المرات السابقة كانت على عقبة هرشة، على في أمكنة أخرى، أما هذه المرة فكانت من داخل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، من خلال هاتين العميلتين للمنافقين ولليهود، عائشة وحفصة. فإذا لا ينبغي استبعاد ذلك، خذ الحقائق كما هي، لا تستبعد تقول لي شلون عائشة تقتل النبي والنبي قال أنها أحب النساء إليه، كانت حب رسول الله، حبيبة رسول الله. قل لنفسك، قل لنفسك، هذا حديث من جاء عبر من؟ هذا جاء عن طريق عائشة ذاتها، وجاء عن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، أو عمرو بن العاص نفسه،
هؤلاء لا حجة في كلامهم. أما حديث عائشة أنه النبي هو يقول لها أنا أحبك وكذا، أخو هذا بعد لا حجة فيه، لأنه من باب تزكية المرء نفسه وهو مردود. يعني علم الرجال، علم الجرح والتعديل يرفض ذلك. الآن إذا نشوف لنا راوي إحنا هو يمتدح نفسه ما نأخذ بكلام، لازم واحد غيره يمتدحه يقول أنا سمعت من المعصوم كذا وكذا في حقه، وإلا تصير فوضى، كل واحد هم يجي ويقول أنا المعصوم قال لي كذا وكذا وكذا، وخلص لازم إحنا نصدقه فيما يقول، يصير دوران. ها هنا يقع دوران، فلا يمكن التسليم بذلك. وأما مثل عمرو بن العاص، فبالله عليكم عمرو بن العاص واحد يمكن أن يصدق فيما يقول؟ هذا الفاسق الفاجر كتلة القذارة، هذا أحد يقدر يصدق فيما يقول؟ ثم هي عائشة تتناقض، سبحان الله، الله يجري على لسانها أنها هي عائشة بنفسها تقول كما في رواياتهم كذلك، ورواياتهم المعتبرة والصحيحة، أنه ذات مرة يعلو صوتها على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا بحد ذاته طبعا مخالفة وإثم عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كانت ذات مرة ترفع صوتها إلى درجة اللي خارج الحجرة كانوا يسمعون، خارج الحجرة. شوف صوتها شقد عالي هاي المرة الأدب سز، شلون صوتها عالي على النبي صلى الله عليه وآله، أنه تقول له تالله لقد علمت أن عليا أحب إليك مني ومن أبي. يعني إذن هي تعترف. ويسألوها ذات مرة من كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول فاطمة صلوات الله عليها. ها هي، ها هي عائشة تعترف أن أحب الناس فاطمة وبعلها علي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فأنت وين رايح لازق لي بعمر بن العاص أنه جاء سأل رسول الله من أحب الناس؟ قال عائشة. قال ثم من؟ قال أبوها. هذا شنو؟ إذن خذ الحقائق كما هي، لا تغلب عاطفتك على عقلك، ولا تدفن الحقائق أو تدوس على الحقائق من أجل العاطفة ومن أجل بقاء بعض الشخصيات مقدسة. المنافق شنو يعني؟ ما هو، من هو المنافق وما هو النفاق؟ المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الإيمان ويبطن ماذا؟ يبطن الكفر. والمنافق لا يكون منافقا إلا إذا كانت هذه صفته. لماذا تستبعد أن يكون جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله منافقون وما عرفوا على الملأ العام، ما عرفهم إلا النبي مثلا وأهل البيت عليهم السلام؟ بل في القرآن الحكيم وممن حولكم منافقون لا تعلمهم نحن نعلمهم، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إلى هذه الدرجة، يعني إلى درجة أنه القرآن بظاهره يحكي لنا خطابا من الله عز وجل إلى نبيه أنه ترى أكو حولك مجموعة من المنافقين حتى أنت يا رسول الله ما تعرفهم، إحنا نعرفهم. زين، الرسول صلى الله عليه وآله وضع علامات للمنافق، من بين تلك العلامات معصية أوامره، وها قد تقدم أن عمر عصى أمر رسول الله، قال الرسول، أمر الرسول بأن يؤتى بدوات وكتف ليكتب كتابا لا يضل بعده أبدا، عمر رفض ذلك. أحمد بن حنبل يروي يقول فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها. زين، النبي أشار ألا تلدوني كما مر معنا بالأمس، وعائشة خالفت رغما عن رسول الله ورغما عن أمر رسول الله ونهيه. هذه علامة منافق أم لا؟ الذي لا يقيم وزنا لأوامر ومناهي النبي ونواهي النبي صلى الله عليه وآله، أيكون منافقا أم لا؟ هذه علامة من علامات النفاق. يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، علامة أخرى من علامات المنافق.
عائشة خرجت على علي عليه السلام، هذا بعد قمة البغض، منتهى البغض. هي أساسا تقول في بعض الأحاديث، تقول لا جرم لا أحب عليا أبدا، ما أحبه أبدا ما أحب. كانت تتآمر على علي بروايات معتبرة تاريخية صحيحة عند أهل الخلاف، أنهم كانوا يأتمرون في بيتها في مكة لما راحت إلى مكة بعد مقتل عثمان طاغية الثالث، وكان القوم يسبون عليا في محضرها ولا تنهاهم. وذات مرة نقلت لكم كذلك رواية معتبرة عند أهل الخلاف أنه كان جماعة جالسون عندها وقد نالوا من علي وعمار بن ياسر، فدافعت عن عمار وأهملت عليا، يعني قالت أبو اليقظان سمعت رسول الله قال مثلا أنه يا عمار تقتلك الفئة الباغية، بس علي بن أبي طالب أصلا يعني قبلت بكلامهم، نيلهم من علي وتجرؤهم عليه وسبهم له، وهذا كاشف عن ماذا؟ عن بغضها له. فإذا لم تكن هذه آية للمنافق فأي آية هي؟ إذا لم تكن هذه علامة المنافق فأي علامة للنفاق إذن؟ إذن هذه الشبهة لا ينبغي كذلك أن يتمسك بها. الحقائق تفيد أن عائشة وحفصة قتلا رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من أبي بكر وعمر. استبعاد ذلك من أجل الأهواء لا محل له في مثل هذا المقام، سيما مع ورود أخبار رواها الثقات عند الأهل الخلاف فيها كما يقول ابن حزم أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي وإلقاءه من العقبة في تبوك. إذا كان هؤلاء مستعدين لقتل النبي في تبوك فلماذا يستبعد منهم أن يقتلوه في المدينة المنورة؟ الأمر هو الأمر. زين، نأتي الآن إلى بعض من التساؤلات التي قد تكون يعني قد انقدحت في بعض الأذهان حيال هذه المؤامرة وهذه الحادثة الأليمة. التساؤل الأول أنه إذا كانت المادة التي وضعت في فم النبي صلى الله عليه وآله مادة سمية كما تقولون، فأنتم رويتم أن النبي صلى الله عليه وآله بعدما أفاق قال لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكن، معنى ذلك أن النبي عقابا لمن لده أراد بأن يسقيهن جميعا من هذه المادة، من هذا اللدود ذاته. ونحن لم يعني نجد أن عائشة وصاحبتها أو وصواحباتها قد متنا من وراء هذا اللدود، فمعنى ذلك أن المادة لم تكن سمية. فما الجواب؟ الجواب أنه لا ينبغي أن نغفل أن هذا الحديث من الذي روته أصلا؟ عائشة. فلا حجة في هذا الشأن، إنما أخذنا هذا الحديث كقرينة على صدق الذي روي عن أئمتنا عليهم السلام أن هذه المرأة قد سمت النبي صلى الله عليه وآله. لما فتشنا في مصادر أهل الخلاف وجدنا قرينة هي حديث اللدود، أما لا نسلم بكل تفاصيل حديث اللدود، لأن الراوية هي المتهمة بقتل النبي، وهي التي حتى تفسر للناس أنه ما سر هذه المادة التي وضعتها في فم النبي صلى الله عليه وآله، حتى تفسر ذلك ادعت وزعمت أن هذه المادة لدود، ثم زعمت بعد ذلك أن هذه المادة نحن أيضا سقيناها ولم يحصل فينا شيء. لا يمكن أن نأخذ بذلك. المادة هي مادة سمية،
ولكن لما لم يحصل شيء في عائشة ومن معها؟ فواحد من أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وآله أساسا لم يقل لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكن، يعني يكون هذا كذبا على النبي صلى الله عليه وآله من قبل عائشة حتى تبدد التهمة عنها، حتى تقول إنه كأحنهم النبي قال لنا أنه كل واحد فليولد ولددنا ما صار بينا شيء، فإذا مو مادة سمية، حتى تبعد التهمة عن نفسها. إما أنها كذبت أن النبي أصلا أمر بمثل هذا الأمر، لأننا لا نجد مثل هذا الأمر في روايات أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، وإما الاحتمال الثاني وهو الأقرب أن النبي أمر لكنهم لم يمتثلوا. إذا النبي أمر بأن يأتوا له بكتاب حتى يكتب وما امتثلوا، والنبي نهى عن أن يلدوه ولم يمتثلوا، أشار إليهم أن لا تلدوني ولم يمتثلوا، تريد أنه بعدما بدأ يحتضر وحينما أفاق وأمر بأن يلدوا يمتثلوا هذه المرة؟ لا يمتثلوا، المسألة واضحة، هم المجرمون وهم لا يمتثلون، شيء واضح، ما عندنا دليل قاطع يمكن الركون إليه على أنهم بالفعل تناولوا هذا السم، دليل من غير طريق عائشة مثلا وقاطع يكون يمكن الركون إليه، يمكن الإطمئنان إليه أنهم قد تناولوا من هذه المادة عينها ولم يصبهم شيء، ما عندنا هكذا شيء. فإذا خذ بأي من الاحتمالين، المهم هذا لا ينفي أن المادة كانت مادة سمية، هذا هو أصل الموضوع. زين، التساؤل الثاني: هل كان النبي صلى الله عليه وآله عالما بأنهم سيقتلونه على هذه الكيفية أو بهذه الكيفية أم لا؟ كيف كان وضعه حين ذاك؟ أكان مستيقظا أم كان نائما أم مغمى عليه؟ لا يخفى أن الروايات التي ذكرناها بالأمس تفيد أنه فلما أفاق قال من فعل هذا، وهذا يستلزم ماذا؟ إما أنه كان نائما واستغلوا الظرف، وإما أنه كان مغمى عليه من مرضه العادي، من مرضه السابق الذي هو حمى وصداع، هذا احتمال. المهم أنه ما كان مستيقظا لما جرع هذه المادة السمية. زين، هنا يأتي إشكال وهو يرتبط بهذا السؤال، أنه نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله تنام عينه ولا ينام قلبه، يعني الشعور لا يتوقف، إدراكه لا يتوقف، عقله لا يتوقف، فإذا في الحين الذي وضعوا فيه هذه المادة السمية في فم النبي صلى الله عليه وآله لا محالة كان عالما بما يصنعون، فلماذا لم يدفع عن نفسه؟ لماذا أعان على نفسه؟ أولا وقبل كل شيء، هل المعصوم يكون عالما بما يجري عليه؟ يكون عالما كيف يموت ومتى يموت أم لا؟ الجواب هو نعم. ارجعوا إلى الكافي الشريف، هنالك باب كامل في الباب الشريف، في الكافي الشريف، مو فقط رواية واحدة، باب كامل فيه روايات، عنوان هذا الباب هكذا: أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، يختار الله يخيره. أول رواية في هذا الباب
هي رواية عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، أي الإمام الصادق صلوات الله عليه: أي إمام لا يعلم ما يصيبه، شوف مو فقط وقت مصيبته، لا يعلم ما يصيبه، شنو اللي يصيبه؟ قتل، سم، شنو اللي يصيبه؟ أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة لله على خلقه. الإمام اللي ما يعرف من يقتله وكيف يقتله ومتى يقتل وماذا يجري عليه من المصائب، هذا ليس بإمام. هذه علامة وضعها الإمام الصادق عليه السلام وألقاها إلى شيعته حتى يميزوا بين الإمام الحق والإمام الباطل، لأنه كثيرون ادعوا الإمامة، كثيرون، واحد منهم من أبناء الإمام الصادق عليه السلام عبد الله الأفطح، هذا ادعى الإمامة. هذا حتى تكتشف أنه بالفعل إمام أم لا، اسأله هذا السؤال: ماذا يجري عليك وكيف تقتل؟ مر معنا رواية بالأمس عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه أنه ماذا قال؟ قال: أنا أموت بالسم كما مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. حدد علام خاص تقتلني جعدة، هكذا يصير بالتفصيل. أئمتنا أيضا أخبروا، تحدثوا، هذه علامة على أنهم يعلمون كيف يموتون، كيف يستشهدون، ومتى يقع ذلك، وعلى يد من. فإذا من باب أولى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله عالما. لماذا؟ لأنه إمام الأئمة، إمام الأئمة على الإطلاق هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، إمام علي وإمام الحسن وإمام الحسين وإمام كل الأئمة وكل الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا لابد أنه كان عالما أن عائشة حينما اقتربت خطوات منه، وإن كان مغمى عليه وإن كان نائما أو أيا يكن، فإنه هذه المادة التي في يدها مادة سمية ستضعها في فمه، فلماذا لم يدفع ذلك عن نفسه؟ لماذا أعان على نفسه؟ الجواب نستخلصه من مجموعة من الروايات فيما يتعلق بالأئمة اللاحقين صلوات الله عليه، لأنه هذا الإشكال وجه إلى الأئمة وأجابوا. لاحظوا معي هذه الروايات. الرواية الأولى في الكافي الشريف بسنده عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله. أمير المؤمنين كان يعرف قاتله أم لا؟ كان يعرف أنه عبد الرحمن بن ملجم سيقتله أم لا؟ هذا أمر مستفيض، حتى عند المخالفين الحمد لله هم يرون ذلك، يقولون أنه نعم أشار إلى هذا. إن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله والليلة التي يقتل فيها والموضع الذي يقتل فيه. وقوله: لما سمع صياح الإوز في الدار صوائح تتبعها نوائح، معروفة بعد القضية أنه سمع صياح الإوز في الدار وقال صوائح تتبعها نوائح، يعرف هذه الليلة، هذه الليلة التي وعدنيها أخي رسول الله صلى الله عليه وآله. زين. وقول أم كلثوم: لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك يصلي بالناس، اقترحت عليه هذا الشيء فأبى عليها، وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح، ما ماخذ حتى معه سلاح حتى يدافع عن نفسه ويحمي نفسه. وقد عرف عليه السلام أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف، كان هذا مما لم يجز تعرضه. شلون هكذا؟ تعال فسر لي أيها الإمام الرضا. حسن بن الجهم يقول: شلون أمير المؤمنين ألقى بنفسه إلى التهلكة؟ كيف حصل هذا؟ هو يعلم بأنه هكذا ابن ملجم سيفعل به، وهذه الليلة بالذات، ومع ذلك يخرج بلا سلاح ولا يدافع عن نفسه بل يعين على نفسه هكذا. ليش ما أصلا أرسل واحد ثاني غيره مثل ما اقترحت ابنته أم كلثوم؟
لماذا؟ شوف جواب الإمام الرضا عليه السلام. قال عليه السلام: ذلك كان، ولكنه خير في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل. المعصوم يسلم أمره لله، خلص الله يقدر أن يموت المعصوم بهذه الكيفية، ومع ذلك يخيره اختبارا. هذا التخيير لماذا يقع؟ ولا مرة ترى خير أحد من الأنبياء أو الأوصياء عليهم السلام أنه تختار لقاء الله أو تختار البقاء في الدنيا إلا اختار لقاء الله. هذا اختبار من الله، وإلا لا يكون معصوما، لا يكون بهذا المقام، لا يكون علي بن أبي طالب، ولا يكون المصطفى صلى الله عليه وآله، لا يكون هؤلاء. الله يخيرهم ومع ذلك يمتثلون لأمر الله. الله يقول: أنا أجعل لك الخيار، بس أنا أريدك أن تنتقل في هذه اللحظة إلي، إلى جواري، أنا أحب الآن أن أقبضك إلي وبهذه الكيفية. فيسلم أمره لله. هو يعلم، لكنه ليس مأذونا له بأن يعمل بعلمه في دفع مقادير الله عز وجل، وإلا يكون اعتراضا على الله تعالى، يكون هذا اعتراضا على الله عز وجل، وليس هذا من شأن المعصوم، بل لا يكون معصوما إلا لأنه يسلم أمره إلى الله. الرواية الثانية أيضا مروية في الكافي الشريف، حديث طويل فيه يقول حمران لأبي جعفر الباقر عليه السلام: جعلت فداك، أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله عز ذكره، وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر بهم حتى قتلوا وغلبوا، هذا الذي وقع عليهم كله كيف كان؟ شلون وقع عليهم وهم أولياء الله تبارك وتعالى؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حمران، إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيار، يخيرهم في هذا المحتوم حتى يعلم امتثالهم، ثم أجراه، فبتقدم علم إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله قام علي والحسن والحسين عليهم السلام. بتقدم علم، يعني العلم وصلهم أنه هكذا يظفر عليكم من الطواغيت، هكذا يقتلكم الطواغيت، هكذا يصنعون بكم. هذا العلم جاءهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، فبطريق أولى يكون الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عالما كذلك بما يقع عليه من منافقي عصره. يقول الإمام عليه السلام: وبعلم صمت من صمت منا. أيضا لما نصمت، مثلا الإمام السجاد عليه السلام كثير من مراحل حياته وفترة إمامته كان صامتا. لماذا صمت؟ بعلم، هذا كان أمره من الله تعالى، هذا كان تكليفه من الله تبارك وتعالى. ولو أنهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله عز وجل وإظهار الطواغيت عليهم، سألوا الله عز وجل أن يدفع عنهم ذلك، وألحوا عليه في طلب إزالة ملك الطواغيت وذهاب ملكهم، إذن لأجابهم ودفع ذلك عنهم، ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد. لو كانوا قد ألحوا فعلا على الله عز وجل أن يدفع عنهم هذه المصائب لدفعت عنهم. ولرأيتم الطواغيت ماذا؟ يتساقطون واحدا تلو الآخر،
مثل السلك المنظوم، سبحة مثلا فيها خرزات يتنقطع فجأة ماذا؟ تتبدد وتتناثر إلى الأرض. وما كان ذلك الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها. هذا الذي أصابهم ما كان لهذه الأمور، ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوها، فلا تذهبن بك المذاهب فيهم. إذن هؤلاء مع تخييرهم ما كانوا إلا يسلمون أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، يمضون مقاديره ومشيئته ولا يلحون عليه في إبطال ذلك، مع أنهم لو ألحوا لا استجاب لهم، لكنهم أرادوا المنزلة والكرامة، لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوها. فلا تذهبن بك المذاهب فيهم، يعني لا تروح فكرك بعيد فتشك في شأنهم، هم يعلمون ولكن يسلمون أمرهم إلى الله. رواية ثالثة رواها الصدوق في أماليه في خبر عبد الله القروي أو الغروي، على اختلاف ضبط اسمه ونسبته. هذا الخبر أيضا طويل عن حبس إمامنا الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله عليه، أنه ماذا جرى عليه في أيام حبسه. يقول الخبر أنه بعدما حول الإمام إلى الفضل بن يحيى البرمكي لعنه الله في اليوم أو في الليلة الرابعة، قدمت إليه مائدة، هاي الليلة الرابعة، الليلة الرابعة من حبسه عند الفضل، عند الفضل بن يحيى البرمكي، لأنه قبل ذلك كان محبوسا عند الفضل ابن الربيع وقبله عند آخرين، وهكذا انتقل بين سجون صلوات الله عليه وبأبي هو وأمي. يقول الخبر: فلما كانت الليلة الرابعة قدمت إليه مائدة، شوف لاحظ هنا، فرفع عليه السلام يده إلى السماء فقال: يا رب، إنك تعلم أني لو أكلت قبل هذا اليوم كنت قد أعنت على نفسي. إذا أنا أكلت قبل هذا اليوم كنت قد أعنت على نفسي، أما اليوم إذا أكلت فماذا؟ خلص بعد، سلمت مشيئتي إليك. ماذا كان في ذلك الأكل؟ كان فيه سم، لاحظوا الرواية، قال: فأكل فمرض، فلما كان من غد بعث إليه بالطبيب ليسأله عن العلة، فقال له الطبيب: ما حالك؟ فتغافل عنه، في البداية الإمام تغافل عنه ما أجاب. فلما أكثر عليه الطبيب، أكثر على الإمام عليه السلام أنه ما حالك؟ ما الذي أصابك؟ فلما أكثر عليه أخرج إليه راحته فأراها الطبيب، هاي راحة اليد أخرجها، قال: شوف. ثم قال: هذه علتي. شلون هذه علتي؟ يقول: وكانت خضرة في وسط راحته تدل على أنه سم، فاجتمع في ذلك الموضع. السم يسري ويبين، وكان قد اجتمع في راحة يد الإمام الكاظم صلوات الله عليه. قال: فانصرف الطبيب إليهم، الطبيب انصرف إلى طغاة بني العباس هارون ومن أشبه، وقال: والله لهو أعلم بما فعلتم به منكم، هو أعلم أنتم شنو سويتوا. ثم توفي عليه السلام. ما فائدة هذا الخبر؟ أن الإمام الكاظم عليه السلام تناول هذا الطعام المسموم وهو عالم بأنه ماذا؟ مسموم، يعني حتى في حال اليقظة ما كان مغميا عليه،
ما كان مغمى عليه مثل حال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أو ما كان نائما، لا أكل باختياره هو بنفسه، أخذ بيده بعد بيده، أخذ الطعام وأكله. زين شلون أعان على نفسه؟ ألقى بنفسه إلى التهلكة؟ كلا، معصوم. هذه مشيئة الله، هذه مقادير الله، أنه في هذا اليوم يقبضك الله شهيدا. لو قبل هذا اليوم تناول سما لكان حراما بالنسبة إليه. اللهم إنك يا ربي إنك تعلم أني لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت على نفسي، لكن الآن لا، خلص هو يعلم هذه الليلة بعد سيلتحق بجده رسول الله صلى الله عليه وآله، فيجوز له أن يقتل نفسه إنجاز التعبير، يأكل ويستجيب. علمه هذا، علمه اللدني في هذه المسألة لا يستتبع أثرا، لا يستتبع تكليفا. إحنا العلوم مالتنا تستتبع ماذا؟ تكليفا. في مثل هذه المقامات، مثل هذه الموارد، علم المعصوم لا يستتبع تكليفا، لأنه تكليفه الخلاف أصلا، تكليفه الخلاف. وحتى بالنسبة لغير المعصوم، إذا ورد الأمر مثلا بقتل النفس كما في قصة موسى وهارون، وبعدما رجع موسى عليه السلام وجدهم يعبدون العجل وكذا، ماذا قال لهم كفارة؟ فاقتلوا أنفسكم. تكليفهم كان واحد يروح ياخذ سيف ويقتل نفسه، أو كما في بعض الروايات أنه الواحد يقتل الآخر هالشكل. أنا أقول أنهم ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة؟ لا، هذا كان كفارتهم وهذا كان حكمهم، انتهى الموضوع. الأئمة عليهم السلام هكذا ينفذون مشيئة الله تبارك وتعالى، فكذلك جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه كانت مشيئة الله، كما أوحى إلى عيسى المسيح عليه السلام أقبضه إلي شهيدا، صحيح؟ مضمون الحديث القدسي الشريف أن نبي آخر الزمان أقبضه إلي ماذا؟ شهيدا. فالنبي عالم بأن عائشة ستقتله، ولكن كان تكليفه أن لا يدفع ذلك عن نفسه، اختار لقاء الله، ولا بد أن يمضي مشيئة الله في هذا الشأن. لأنه إذا افترضنا أن النبي صلى الله عليه وآله كلما جاء حين فيه مقتله وشهادته ويدفع ذلك عن نفسه، فإذن لن يستشهد إلى الأبد. يعني مسألة واضحة بعد، مسألة واضحة. إخواني، في ختام هذا البحث أو في ختام الجواب على هذا السؤال، أريد أن أنبه إلى أن هذه القضية قضية مضطردة، ترى مع كل المعصومين عليهم السلام، مع كل المعصومين. يعني شوف، كان بإمكان كل معصوم أن يدفع القتل عن نفسه، لكنه لا يختار ذلك. إذا حان الأجل لا يختار، نعم يختار أن يدفع عن نفسه لما لا يحين الأجل. يعني علي كان مع مرحب مثلا في حالة قتل، ما سلم علي لمرحب وقاتله إلى أن قتله. لماذا؟ لأنه ما كان قد حان أجله الآن، ما خير ها هنا، إنما هناك في الكوفة. كذلك الحسين صلوات الله عليه، الحسين كان بإمكانه أن يدفع عن نفسه القتل وعن أصحابه. الحسين أول شيء أو أكثر شيء أصابه في مقتل كان ماذا؟ السهم المشعب ذي الثلاث شعب، أليس كذلك؟ هذا الذي وقع في صدره الشريف، ولما أخرجه انبعث الدم كالميزاب كما تقول كتب المقاتل. زين، الحسين كان عنده وسيلة جدا سهلة، الاسم المقدس الأعظم، يضعه بينه وبين جيش يزيد بن معاوية، فلا تصل إليه نشابة، لا تصل إليه، لا يصل إليه حتى سهم واحد. لماذا لم يفعل؟ لاحظوا الرواية، هذه رواية أيضا طويلة في الكافي الشريف عن أبي سعيد السمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث مفصل، فيه يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول: وإن عندي الاسم
الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى المسلمين نشابة. يقول عندي أنا هذا الاسم، رسول الله كان يضعه في غزواته وحروبه، فلا يصل من المشركين إلى المسلمين ماذا؟ نشابة واحدة، يعني سهم واحد، نبل واحد. الإمام الصادق يقول أنا عندي، فكيف جد الحسين ما يكون عنده؟ هو الإمام الصادق ورثه من ماذا؟ من آبائه الطاهرين، ومنهم الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، توارثوا هذا الاسم المقدس الخاص. فلماذا لم يستعمله الحسين في يوم عاشوراء؟ أصل لماذا لم يستعمله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في معركة أحد؟ أو معركة أحد ما استعمله، لأنه لو استعمله ما يصل المشركين إلى المسلمين. في معركة أحد أصيب حتى النبي نفسه أصيب، ليش ما استعمله؟ الله ما أذن لهم أن يستعملوا ذلك، الله ما أذن لهم، أو خيرهم واختاروا ماذا؟ اختاروا لقاء الله عز وجل. الحسين هكذا صنع. اقرأوا في الكافي الشريف أيضا هذه الرواية عن عبد الملك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر صلوات الله عليه قال: أنزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام، النصر جاء على الحسين حتى كان ما بين السماء والأرض، خلص يعني الآن يهبط. ثم خير الحسين النصر أو لقاء الله، فاختار لقاء الله تعالى، اختار لقاء الله، ما أريد نصر في معركة عسكرية، أريد نصر ديني في مسألة أخرى. لذلك نقول إن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يتمكن من أن يدفع السم هذا عن نفسه، كان يتمكن، لا نقول أنه كان جاهلا والعياذ بالله، لأن البعض قد يقول ما كان يعلم ولذلك يرتفع الإشكال، لأنه لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. نقول لا، لا تعمم حكمك أنت الرجل العادي على المعصوم عليه السلام. المعصوم له تكليفه الخاص، عنده إمكانات بس مو دائما كان يستعمله، كان يتمكن أن يضع هذا الاسم بينه وبين عائشة وبينه وبين عمر وهذولا كلهم لا يصلون إليه بسوء، مثلما لم يستعمل هذا الأمر في معركة أحد، مثلما الحسين ما استعمله في عاشوراء، لأنه الغايات كانت تختلف، ويختارون لقاء الله عز وجل لتمضي مقادير الله تبارك وتعالى. هذا هو شأن المعصومين. هذه بعض الشبهات والتساؤلات التي أجبنا عليها في هذا الشأن، وكلها كما تبين لكم لا يمكن أن تقدح في حقيقة وقوع هذه الجريمة النكراء، وأن عائشة وحفصة قد قتلتا حقا رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من أبويهما. تبقت ملاحظة أخيرة، بعدما ثبت لديكم أن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة كما تقول الروايات الشريفة اجتمعوا أربعة على سم رسول الله صلى الله عليه وآله، النتيجة التي نستخلصها كذلك ها هنا هي أن هؤلاء الأربعة جميعا أبناء زنا، جميعا. لماذا؟ لأن عندنا روايات شريفة تنص على أنه ما يقتل الأنبياء ولا أولاد الأنبياء إلا أولاد الزنا. من بين تلك الروايات هذه الرواية التي أنقلها لكم تبركا، وهي الواردة في كامل الزيارات لابن قولويه في الصفحة 164، مروية عن الإمام الباقر عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قال، هذا كلام النبي: لا يقتل الأنبياء وأولاد الأنبياء إلا أولاد الزنا. مسألة واضحة والرواية معتبرة،
وفي هذا المضمون أكثر من رواية في الواقع، لا رواية واحدة. على هذا فلا شك ولا ريب أن الأربعة هؤلاء الذين سموا رسول الله صلى الله عليه وآله كما قال الصادق وكما قال أئمتنا الطاهرون عليهم الصلاة والسلام، لا شك أنهم جميعا أبناء زنا. يعني أبو بكر ابن زنا، عمر ابن زنا، عائشة بنت زنا، حفصة أيضا بنت زنا. الآن التفاصيل ما هي؟ كيف هم أبناء زنا؟ بعضهم نعلم بعضهم لا نعلم. يعني مثلا في خصوص أبي بكر بحثنا في كتاب الفاحشة فوجدنا أنه بالفعل كان ابن سفاح، لأنه أمه سلمى بنت صخر كانت من ذوات الرايات في مكة، وقد سافحت عمها فجاءت بهذا الولد، جاءت بأبي بكر اللي هو عتيق. عمر مثلا كذلك نعلم، والقصة مشهورة، صهاك وما أدراك ما صهاك، يعني مسألة معروفة ما تحتاج إلى إعادة وتكرار. أما بالنسبة إلى عائشة وحفصة، أنا بحدود اطلاعي إلى الآن ما وجدت ما يشير إلى كيفية تكون هاتين النطفتين القذيرتين. يعني ما أعرف هل أنه أبو بكر مثلا، يعني أكو عندنا احتمالات، هل أنه أبو بكر زنى بامرأة غير أم رومان التي تنسب إليها عائشة، أم العكس أم رومان زنت برجل غير أبي بكر ونسبت البنت هذه عائشة إلى أبي بكر، أو احتمال ثالث أيضا قائم في هذا المقام أنه أبو بكر زنى بأم رومان قبل العقد، يعني هي بنت زنا وإن كان بعد ذلك عقدا. هذه احتمالات ثلاث ذاتها تتكرر في شأن عمر وامرأته التي تنسب إليها حفصة. المهم هو هذا، المهم أنه بعد ثبوت بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة والقرائن والمعضدات والشواهد التي ناقشناها على مدى ليال ثلاث، أن هؤلاء الأربعة قد قتلوا النبي صلى الله عليه وآله، لا بد رجوعا إلى القاعدة والأصل أنهم جميعا ماذا؟ أبناء زنا. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. الحمد لله وأسماعكم جزاء. لا مكان لكم سوى العليان يا شيعة الله.